تفتتح دار الأوبرا المصرية موسمها الفني الجديد بحفل كلاسيكي يأتي بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة في المركز الثقافي الفرنسي. للمزيد من المتابعة معنا مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، ما هي أبرز ملامح الموسم الجديد للأوبرا؟ نعم، يعني زملائي في الاستوديو، بعد التحية كل التحية لكم ولجميع المشاهدين. بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل الأوبرا المصرية، وبالتحديد من أمام المسرح الكبير الذي شهد انطلاق الموسم الجديد لدار الأوبرا المصرية. يمكن هذا الموسم بدأ بحفل كلاسيكي فني كبير لأحد وأشهر الموسيقار، أشهر الفنانين في فرنسا، وهو الموسيقار الكبير جان أوفنباخ. يمكن دار الأوبرا المصرية اختارت جان أوفنباخ لتبدأ به الموسم الجديد نظرا لأعماله الفنية الكبيرة ذات القيمة التاريخية الكبيرة داخل المجتمع الفرنسي، لأنه اشتهر بالعديد من الأعمال التي أطفت روح السعادة والسخرية والمرح على المجتمع الفرنسي. هذا الافتتاح ربما يعني شهد حضور عدد كبير من الجالية الفرنسية الموجودة في مصر، بالإضافة إلى رجال الأعمال وعدد من المثقفين المهتمين ب التاريخ الفرنسي والتراث الفرنسي، خاصة نحن نتحدث عن واحد من أشهر العازفين في المجتمع الفرنسي وهو فان أوفنباخ. يمكن هذا فيما يخص افتتاح الموسم الجديد بهذا الحفل الكلاسيكي وهذا الحفل الفني الكبير. لكن دار الأوبرا المصرية أيضا يعني استعدت من خلال العديد من الأنشطة الثقافية والعديد من الأنشطة الفنية التي سوف تقام في بداية كل يوم سبت من كل أسبوع بحفلات مختلفة سواء مصرية وأجنبية وعربية، وسوف يكون هناك أيضا عدد كبير من الفرق الاستعراضية والعروض التي سوف تقام داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. محمد، أتساءل عن مدى الإقبال الخاص بالجمهور. نعم. على الموسم الجديد للأوبرا، ما مدى إقبال الجماهير بشكل عام؟ يعني الجماهير اليوم ربما جاءت لحضور هذا الحفل الذي خصص للفنان الفرنسي جان أوفنباخ. طبعا هناك عدد كبير من الجالية الفرنسية الموجودة في مصر حضرت هذا الاحتفال، بالإضافة إلى طبعا بعض رجال الأعمال المصريين والمثقفين والمهتمين بالشأن الفرنسي. هذا فيما يخص اليوم، لأن اليوم هو اليوم الأول لافتتاح طبعا الموسم الجديد، ولكن يعني كما ذكرنا ان هناك يعني كل يوم سبت من كل اسبوع سوف يكون هناك فقرات متنوعه وفقرات مختلفه سوف تكون لفرق استعراضيه عديده لمجموعه من الفعاليات الثقافيه والفعاليات الفنيه، ليس فقط للمجتمع الفرنسي او الخاص بالحفلات الفنيه الفرنسيه، ولكن طبعا هناك العديد ايضا من الحفلات الخاصه بالحفلات المصريه والحفلات العربيه والحفلات الاجنبيه، فرق استعراضيه من كل الدول سوف تكون متواجدة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. يمكن دار الأوبرا اختارت يعني فان أوفنباخ لتبدأ به هذا الموسم نظرا للشعبية الكبيرة والأرضية الكبيرة التي تميز بها هذا الفنان الموسيقي. نعم. الفرنسي الكبير، وما يعني أضفاه على الموسيقى الفرنسية حتى أنه لقب بملك الأوبريتات في فرنسا، وأطلق عليه النقاد أيضا موزارت الشانزليزيه نظرا لأعماله التي تجاوزت أكثر من 100 عمل فني كلاسيكي داخل المجتمع الفرنسي. أشكرك، شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا، ويعني نتمنى لك الاستمتاع طبعا في هذه الأمسية. شكرا لك محمد.